طيب السويتش دوت احنا بنستخدمه فين؟ بنستخدم السويتش دوت في الشبكات اللي هي بنسميها الوايرد نتورك، او اللي هي الشبكات اللي احنا بنستخدم فيها كابلات او سلوك، يعني عشان خاطر نوصل اجهزة ببعض. تمام، كنا اتكلمنا برضو في الفيديو اللي هو بتاع الاوفر فيو، اللي هو اللي كان المقدمة بتاعت النتورك، كنا قلنا ان في نوعين من الشبكات، في شبكات وايرد وفي شبكات وايرلس. تمام، ولسه هنتكلم عن الكابلات بعد كده، في انواع كتيره من الكابلات. تمام، طيب زي ما قلنا ان احنا السويتش دوت بنستخدمه في الشبكات اللي هي الوايرد مش الشبكات الوايرلس. تمام، الشبكات الوايرلس ديت لسه هنتكلم برضو عنها بعد كده، اللي هي الشبكات الوايرلس دي بتبقى ليها ديفايس تانيه مختلفه وما بيبقاش فيها سلوك خالص، او اللي هي الكابلات. فلو انت عندك نتورك او شبكه وايرد، قلنا الشبكه الوايرد ديت اللي هي الاجهزه بتوصل ببعضها عن طريق اللي هي السلوك او اللي هي الكابلات، يعني اللي هي الوايرد. فعشان خاطر انت مثلا انت عندك 10 اجهزه، 15 جهاز، 20 جهاز او اكتر من كده، لو انت عايز توصل الاجهزه دي ببعضها عن طريق السلوك، فلازم تجيب اللي هو السويتش. تمام، اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو دوت. وهتجيب يعني خليه مثلا اشرح لكم، لو انت يعني انت مثلا معاك جهاز كمبيوتر كده، ده جهاز كمبيوتر ودوت جهاز كمبيوتر تاني، او ممكن يبقى جهاز لابتوب، وعايز توصل الجهازين دول ببعض. لو انت هتوصل الجهازين دول ببعض دايركت، فممكن تعمل ايه؟ ممكن تجيب كابل وتوصل الجهاز دوت بالجهاز دوت. تمام، عن طريق ان انت هتوصل الكابل دوت في حاجه بنسميها النتورك كارد، او اللي هو كارت الشبكه زي ما هنتكلم بعد كده. فلو انت معاك جهازين زي كده، ممكن توصل الجهاز ده بالجهاز ده بكابل دايركت، هتوصل الكابل او اللي هو السلك، هتوصله في الكارت النتورك بتاع كل جهاز من الجهازين دولت، وكده انت عملت نتورك. زي ما قلنا ان انت ممكن تعمل نتورك بشبكتين، اسف، ممكن تعمل نتورك بجهازين، ودوت في حاله ان انت لو انت معاك جهازين بس. طيب لو انت معاك ثلاث اجهزه، اربع اجهزه او اكتر من كده، هتعمل ايه؟ خليني امسح لكم بس السكرين. لو انا معايا مثلا ثلاث اجهزه او اربع اجهزه، فمثلا ده الجهاز الاولاني، ده الجهاز الثاني، ودوت الجهاز رقم 3، ودوت الجهاز رقم 4، فمش هينفع اوصل الاجهزه ببعضها دايركت. تمام، فهعمل ايه؟ هجيب اللي هو السويتش اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو دوت، ودوت اللي هو السويتش بيبقى فيه اللي هي الفتحات ديت اللي هنعرف كمان شويه اسمها ايه. فمثلا عندي كده ديت، ده فتحه ثانيه، وديت كمان فتحه كمان، وبجيب السلك بتاعي وبروح موصل الكمبيوتر بالسويتش، ويوصل الكمبيوتر التاني بالسويتش، واوصل الكمبيوتر التاني بالسويتش، والكمبيوتر الاخير ده توصله بالسويتش. وانا كده عملت نتورك من خلال اللي هو السويتش دوت، وصلت اربع اجهزه ببعض عن طريق اللي هو السويتش. تمام، فاذا السويتش دوت بنستخدمه في اللي هي الشبكات اللي بنسميها الوايرد، والكابلات اللي هي بتوصل في السويتش بنسميها الايثرنت كيبلز، او اللي هي الكابلات الايثرنت. والسويتش دوت بيخلي كل الاجهزه او كل الديفايسز اللي بتوصل عليه ان هي تقدر تتكلم مع بعضها، يعني بعد ما يكون ربطت كل جهاز على السويتش من خلال اللي هو الايثرنت كيبلز، او اللي هي الكابلات الايثرنت، فكل جهاز هيقدر يتكلم مع الجهاز التاني من خلال اللي هو السويتش. وفي عندي هنا في الصوره اللي قدامي ديت دوت، في عندي الصوره ديت فيها سويتشين، ده سويتش ودوت سويتش، وديت شكل الكابلات اللي هي الايثرنت اللي بتوصل عندي في السويتش بتاعي، زي ما لسه هنتكلم بعد كده عن اللي هي الكيبلز او اللي هي الكابلات، وهنعرف ان الكابلات في منها انواع كتيره. بس يعني هنا في الصوره ديت في عندي سويتشين، ويعني ده كده اللي هو اللي باللون الاسود ده سويتش، واللي تحت دوت سويتش تاني، وديت اللي هي ده مثلا ده كابل اللي هو الكابل اللون الابيض دوت، وده كابل تاني اللي هو لونه ازرق، وفي كابل تاني اللي هو لونه رصاصي. كل كابل بيبقى واصل فين؟ بيبقى واصل في اللي هي الفتحه ديت اللي هي زي كده، يعني الكابل دوت واصل في فتحه اللي هي اللي هنا ديت، زي اللي هي الفتحه اللي قدام ديت، وهنعرف دلوقتي الفتحه ديت اسمها ايه. الفتحه اللي بتبقى موجوده عندي في السويتش بتاعي او اي سويتش يعني، بنسميها البورت، او اللي هي بنقول عليها الايثرنت بورت، او برضو ممكن نقول عليها الانترفيس. تمام، يعني لو انت عندك سويتش، فالفتحات اللي بتبقى موجوده في السويتش دوت بنسميها، يعني كل فتحه بنسميها بورت او ايثرنت بورت او انترفيس. تمام، والبورت دوت او الانترفيس دوت في منه انواع، او في كذا نوع من اللي هي البورتات ديت،
او اللي هي الانترفيس ديت، في انواع بنسميها الار جي 45، في انواع تانية بنسميها الفايبر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني في سويتشات بتبقى البورتات بتاعتها بيوصل فيها كابلات، الكابلات دي بنسميها كابلات اليو تي بي، لسه هنتكلم عن الكابلات دي بعد كده. بس يعني كابلات اليو تي بي ديت زي اللي شفتها في الصوره اللي فاتت، اللي هي الصوره دي، ديت كابلات اسمها كابلات يو تي بي. بيبقى الكابل نفسه بيبقى فيه الطرف بتاعه اللي هو الطرف ده بيبقى اسمه ار جي 45 او ار جي 45، ده بيوصل عندي في البورت او الانترفيس الموجود عندي في السويتش. وفي نوع تاني اللي هو الفايبر، زي ما هنتكلم بعد كده، بيبقى البورت بتاعي الموجود في السويتش بيبقى بيوصل عليه كابل اسمه كابل الفايبر. ويعني السويتشات اللي احنا معظمنا بيستخدمها او زي السويتشات اللي احنا عمالين نتكلم عنها في الفيديو دوت، بتبقى يعني كل البورتات او معظمها او اغلبها بتبقى البورتات اللي هي الار جي 45 او اللي هي الار جي 45. وممكن يكون في بورتين او اربعه او على حسب بقى السويتش، ممكن يبقوا البورتات الصغيره ديت او البورتات القليله ديت تبقى بورتات بيوصل عليها كابلات فايبر، لكن اغلب السويتش بتبقى اللي هي البورتات اللي فيه بتبقى بورتات اللي هي الار جي 45 اللي بيوصل عليها كابلات اللي هي اليو تي بي. تمام. طيب في نقطه مهمه عايز اتكلم عنها هنا في الجزئيه ديت، ان انت بيبقى عندك في جهاز الكمبيوتر بتاعك او جهاز اللابتوب بيكون في عندك حاجه اسمها النتورك كارد او كارت النتورك، او اللي هو ساعات بنسميه النتورك انترفيس كارد، او الاختصار بتاعه ان اي سي، او برضو الان اي سي ديت ممكن تبقى اختصار لنتورك انترفيس كنترولر، او اللي هو كارت النتورك. يعني اي جهاز لابتوب او جهاز كمبيوتر عادي بيبقى فيه كارت النتورك او اللي هو الان اي سي دوت الكارت دوت، ده اللي بيخلي الجهاز بتاعنا جهاز الكمبيوتر او اللابتوب يوصل عندي على النتورك. تمام. احنا لسه في يعني نتكلم بعد كده عن النتورك انترفيس كارد دوت بالتفصيل شويه، وهنعرف يعني نعرف اكتر عن اللي هو كارت النتورك دوت. بس هنا في حاجه عايز اقولها يعني ريليتد بالجزئيه بتاعت السويتش ديت، وهي ايه؟ ان انت عندك النتورك انترفيس كارد زي اللي موجود عندي في الصوره اللي قدامي ديت، لو تلاحظوا هتلاقوا شكل اللي هي الفتحه ديت والفتحه ديت اللي هي بنسميها البورت او بنسميها الايثرنت بورت او الانترفيس. لو تاخدوا بالكم ان البورتات ديت، البورت ده والبورت دوت، شبه البورتات اللي هي الموجوده عندي في السويتش بتاعي. تمام. يعني انا السويتش بتاعي اللي هو السويتش ده، البورتات اللي هي كل البورتات ديت فيها شبه من اللي هو البورت او الانترفيس الموجود عندي في كارت النتورك بتاعي. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام دوت ان انت السويتش بتاعك ممكن ان انت تعتبره ان هو مجموعه كروت نتورك متجمعه مع بعضها. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني اتخيل ان انت السويتش بتاعك زي السويتش دوت كانك جبت كذا كارت نتورك ورصيتهم جنب بعض وعملت سويتش زي اللي قدامك دوت. تمام. وزي ما لسه هنتكلم كمان شويه ان انت عدد البورتات او اللي هي الانترفيسز اللي هي بتبقى موجوده في السويتش بتاعنا او اللي هي الفتحات الموجوده في السويتش بتختلف من سويتش للتاني. يعني في سويتش ممكن يكون فيه بورتات كتيره، في سويتش ممكن يكون فيه بورتات قليله شويه. فعلى حسب بقى عدد البورتات ديت، تخيل ان البورتات ديت كانها كروت نتورك. تمام. او هي في الحقيقه او يعني فعلا هي كروت نتورك موجوده عندي في السويتش بتاعي. فاعرفوا المعلومه ديت ان انت السويتش بتاعك هو يعتبر كانه مجموعه كروت نتورك موجوده جنب بعضها. وعلى حسب بقى العدد البورتات الموجوده في السويتش، تخيل ان البورتات ديت هي عباره عن كروت نتورك. طيب هل السويتشات بتاعتي او هل كل السويتشات اللي هي موجوده عندنا في النتورك بيبقى عدد اللي هي البورتات او اللي هي العدد قلنا كل فتحه موجوده في السويتش بنسميها البورت او الايثرنت بورت او اللي هو الانترفيس، هل كل السويتشات عدد اللي هي البورتات او اللي هي الانترفيسز بتبقى واحده، او بتبقى كل السويتشات يعني بتبقى كلها نفس العدد البورتات؟ لا، مش كل السويتشات بيبقى ليها نفس عدد اللي هي البورتات او اللي هي الانترفيسز. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا ممكن تلاقي سويتش يكون عدد البورتات بتاعته خمس بورتات، او اللي هو بنسميه الفايف بورت سويتش. يعني عندي مثلا في الصوره اللي قدامي ديت دوت سويتش
والسويتش دوت لو انت بصيت على البورتات او اللي هي الانترفيس اللي موجوده فيه اللي هي زي دوت كده، ده بنسميه البورت او الانترفيس زي ما قلت لكم من شويه، او اللي هو الايثرنت بورت او الايثرنت انترفيس. فعدد البورتات بتاعت السويتش دوت 5 بورتات، يعني ادي 1 2 3 4 5، دول كده 5 بورتات. ولو لاحظتوا هتلاقي ان كل بورت مكتوب تحتيه عدد اللي هو البورتات، تمام؟ يعني هنا مكتوب 1 وتحت هنا مكتوب 2، هنا مكتوب 3، هنا مكتوب 4، هنا مكتوب 5. فكده السويتش دوت هو عباره عن سويتش 5 بورت، ودوت المكان اللي بيوصل فيه الادابتر بتاعي اللي هو بتاع الكهرباء عشان خاطر السويتش يشتغل. في مثلا ممكن تلاقي سويتش تاني زي السويتش اللي قدامي دوت، بيبقى السويتش بيبقى 8 بورت، تمام؟ يعني عدد البورتات الموجوده في السويتش 8 بورتات او 8 انترفيسز، او بنسميه 8 بورت سويتش. ونفس الفكره برضو عندي البورتات عندي مترقمه، يعني اللي هو البورت الاولاني دوت اللي هو بورت رقم 1، والبورت الاخير دوت اللي هو البورت رقم 8. والجهاز دوت اللي هو السويتش 8 بورت دوت هتقدر توصل عليه 8 اجهزه بس، تمام؟ يعني لو معاك 9 اجهزه مش هتقدر توصلهم على السويتش ده. نفس الكلام للسويتش اللي فات اللي هو السويتش دوت هتوصل عليه 5 اجهزه بس. لو معاك الجهاز رقم 6 يبقى لازم هتجيب سويتش جديد عشان خاطر تقدر توصل اللي هو الاجهزه اكتر من 5 اجهزه يعني. اما السويتش دوت اللي هو 8 بورت دوت فدوت هتوصل عليه 8 اجهزه او 8 ديفايسز يعني، مش اكتر من كده. في ممكن تلاقي سويتش تاني زي كده زي السويتش اللي قدامي دوت، ده سويتش 16 بورت دوت هتوصل عليه 16 جهاز. ومش شرط ان انت توصل 16 جهاز كمبيوتر او لابتوب، ممكن توصل سويتش بسويتش زي ممكن نتكلم بعد كده، تمام؟ بس يعني خلينا نركز هنا ان احنا السويتش دوت فيه 16 بورت، او بنسميه سويتش زي كده يعني بنسميه 16 بورت سويتش او سويتش 16 بورت، وبيبقى فيه 16 انترفيس. وزي ما انتم شايفين كده عندي هنا السويتش دوت في اللي هي البورتات متقسمين لاربع اربعات، يعني ادي كده 4 بورتات 8 12 16، ومترقمين دوت البورت رقم 1 ودوت البورت رقم 16. تقدر توصل 16 جهاز على السويتش دوت. وفي سويتش بقى زي السويتش اللي قدامي دوت، ده سويتش 24 بورت او اللي هو 24 بورت سويتش، ونفس الفكره برضو تقدر توصل على السويتش دوت 24 ديفايس، والديفايس ديت ممكن تبقى اجهزه كمبيوتر، اجهزه لابتوب، او اي ديفايس ثانيه في النتورك بتاعتي. ونفس الكلام برضو عندي هنا البورتات او الانترفيسز بتاعت السويتش مترقمه، يعني عندي هنا ده البورت رقم 1 ودوت البورت رقم 24. والسويتش دوت لو تاخدوا بالكم هتلاقوا ان البورتات متقسمه لجزئين، او يعني دولت كده اللي هو المجموعه دي كده، دول كده 12 بورت ودولت كده 12 بورت تانيين، فكده عندي 24 بورت. والارقام بتاعتي ده زي ما قلنا ده البورت رقم 1 وده البورت رقم 24. وفي بس هنا ملحوظه ان انت عندك الـ في مثلا بقى في اللي هي السويتشات اللي هي زي السويتش اللي قدامي دوت اللي هو ال 24 بورت، هتلاقي ان الارقام مترقمه ازاي، يعني هتلاقي ده بورت رقم 1 اللي هو ده بورت رقم 2 3 4 5 6 7 8، هتلاقيهم يعني مترقمين كده، يعني الارقام ما بتمشيش كده، لا الارقام تمشي دي 1 2 3 4 لغايه لما نوصل هنا مثلا 21 22 23 24. ده الترقيم بتاع البورتات او اللي هي الانترفيسز بتاعت السويتش اللي قدامنا دوت اللي هو 24 بورت. وفي سويتش مثلا زي السويتش اللي قدامي دوت، ده سويتش 48 بورت او اللي هو بنسميه 48 بورت سويتش، وهنا بقى البورتات زادت، يعني السويتش دوت البورتات الموجوده فيه ضعف السويتش اللي فات. السويتش اللي فات كان 24 بورت، دوت 48 بورت. طبعا كل ما عدد البورتات بيزيد كل ما تقدر توصل اجهزه كتير او اجهزه اكتر على السويتش، وطبعا يعني كل ما عدد البورتات بيزيد كل ما السعر بتاع السويتش بيزيد، وكل ما يعني الحاجات اللي السويتش بيقدر يعملها زي ما قلنا ان انت توصل اجهزه اكتر، او كمان ممكن يبقى البرفورمانس بتاع السويتش اعلى شويه
ودوت طبعا بيزود في الكوست او في السعر بتاع السويتش. وعندي هنا في السويتش دوت اللي هو في الصوره ديت برضو نفس الكلام، عندي البورتات مترقمه، عندي ده البورت رقم واحد وده البورت رقم اتنين، ده رقم تلاته، رقم اربعه، لغايه لما نوصل للبورت اللي هو الاخير خالص دوت اللي هو 48. والترقيم زي ما قلت لكم بيبقى ماشي، يعني مثلا هنا دوت ده البورت رقم 44، او اسف ده البورت رقم 45، ده 46، ده 47، ده 48، تمام. وعندي هنا في الاول خالص 1 2 3 4، تمام، ده اللي هو البورت رقم 4، تمام. وعندي مثلا هنا في اللي هو البلوك دوت، عندي ده البورت رقم 13، ده 14، 15، 16. ولو جينا بصينا لو جينا بصينا للبلوك دوت فهتلاقيه ده 25، 26، 27، 28. دي طريقة الترقيم في السويتش دوت. ويعني انتوا ممكن تتخيلوا السويتش 48 بورت دوت كأنه سويتشين 24 بورت، تمام. يعني لو انت جيت كده عملت تخيل ان انت قسمت السويتش ده كده، فدول كده عندي الجزء دوت 24 بورت ودوت كده 24 بورت تانيين. ويعني تخيل ده بورت واحد وبورت اتنين تلاتة اربعة لغاية هنا هوت ده 23، 24، وهنا ده 25، 26 لغاية 47، 48. ممكن يعني بقول لكم تخيلوا يعني عشان تفهموا الدنيا، يعني ممكن تخيل ان ده بورت واحد، يعني لو ده سويتش جديد ده بورت واحد، ده بورت اتنين، ده بورت تلاتة، ده بورت اربعة، لغاية لما توصل هنا هيبقى عندك 23، 24، تمام. بقول لك تخيل بس عشان خاطر تتخيل ان السويتش دوت البورتات اللي فيه ضعف البورتات اللي هو في السويتش اللي فات اللي هو كان 24 بورت.